هنتكلم عن اف اي اس او الفانكشنال الكتريك ستيميليشن. ايه هو الفانكشنال الكتريك ستيميليشن؟ طيب انا عندي عيان الباراليسس، عيان الباراليسس اللي عنده شلل مش بيقدر يتحرك، المسلز بتاعته بيحصل لها زي بيكنس واتروفي، المسلز ما بتشتغلش. طيب الفانكشنال الكتريك ستيميليشن ده حاجه موتور، عشان حاجه موتور عشان يديلي استيميليشن للمصل انها تشتغل او ترجع تشتغل بعد ما العيان كان عنده باراليسس. طيب نتكلم عن الفانكشنال الكتريك استيميليشن. هو تكنيك بيستخدم لو انرجي الكتريكال بولس، بيستخدم بولس بلو انرجي عشان ارتفيشالي جنريت بودي موفمنتس، عشان ارتفيشالي ادي امبلس للمصل انها تعمل لي الموفمنت، طبعا من غير النيرف عشان النيرف هو اللي كان فيه مشكله. طيب in individuals who are paralyzed اللي هم عندهم شلل تام، طيب due to central nervous system injury هو عنده مشكله في central nervous system او CNS. طيب المشكله دي عملت لي denervation للمصل، فالمصل ما بقاش بيوصل لها impulse، فالمصل ما بقتش بتشتغل، فبالتالي بديله functional electric stimulation او electric stimulation artificially below energy عشان يعمل لي يرجع يعمل لي movements في المصل. اليوزز بتاعتها ان انا اعمل muscle contraction عشان ارجع اعمل الفانكشنال موفمنتس، طيب واعمل ري education. طيب حته الري education دي نتكلم فيها، احنا قلنا ان انا عندي انجري في السي ان اس اللي بيديني النيرف امبلس، فانا ما بقاش بيوصل لي النيرف امبلس للمصل، فبالتالي المصل ما بقتش بتتحرك. مع الوقت المصل نسيت الفانكشن بتاعتها، يعني البايسف نسيت ان هي how to flex الالبو. طيب انا هعمل ايه؟ هعملها ري education، هديها low energy electrical pulse يعمل لها artificially generation للmuscle contraction. low energy pulse ده اللي هديهولها هيبتدي يفكر بالمصل ان انا والله انا كنت بعمل flexion في القلب. طيب ده بيبقى اسمه re-education. طيب في حاجة تانية اسمها education مش re-education. education ده هو بتاع transplantation بتاع التندون او بتاع المصل. يعني مثلا لو انا عندي مشكلة في biceps tendon وانا عايزه اعمل لها ترانسبلانتيشن، فباخد مصل ثانيه او تندون ثاني وبحطه مكان تندون البايسبس عشان يعمل لي الفانكشن بتاعه البايسبس. طيب التندون الثاني ده والسي مثلا ان هي عضله البلانتارس، والله هي متعوده ان هي تعمل لي ريست فليكشن، اجي اقول لها دلوقتي اعملي البو فليكشن، هي مش فاهمه الموفمنت، فبعمل لها حاجه اسمها ايديوكيشن. اما الري ايديوكيشن هي لنفس المصل، بس المصل ذات نفسها نسيت الحركه. education دي مصل تانية بتعمل movement تانية، هخليها تعمل movement دي. طيب ايه equipment بتاعك الـ functional electric stimulation؟ يا اما surface يا اما implanted. surface ده يعني بجيب الـ electrodes بحطها على الـ surface، سواء بقى على المصل او على الـ nerve، تمام. اما implanted ده بزرعه جوه بالسيرجري او بعملية، بحطه جوه الجسم عشان يشتغل كفانكشنالي من جوه الجسم، طبعا بيبقى ليه اكسترنال كنترولر ان انا اتحكم فيه من بره الجسم. طيب السيرفس هو عباره عن الكترود بحطها على نيرف او على المصل تو بي اكتيفيتد. يا اما انا عايزه دلوقتي اعمل دورسي فليكشن، تمام، والمصلز بتاعه الدورسي فليكشن مش شغاله، الدورسي فليكسرز مش شغالين، فانا هعمل ايه؟ انا يا اما هحط على المصل او المصلز بتاعه الدورسي فليكسرز، يا اما هحط على الكومن برونيال نيرف اللي هو بيعدي لاترالي من عند الني، يا اما هحط على نيرف يا اما هحط على المصل. طب انا لما اجي احط على مصل هحط فين؟ يا اما هحط على اوريجين انسيرشن، يا اما هحط على الموتور بوينت بتاعه المصل. طيب هو السيرفيس نون انفيزيف، يعني مش بيحتاج سيرجري، هو من على السيرفيس من بره، ايزي تو ابلاي، بحطه واشيله عادي. طيب الامبلانتد هو هاي ستيميليشن سيلكتيفيتي، زي ما اتفقنا هو بيبقى جوه الجسم، يعني هو قريب من المسلز اكتر وقريب من النيرفز وقريب من الانترنال اورجنز اكتر، فهو بيعمل لي ستيميليشن احسن. طيب هو انفيزيف، بيحتاج سيرجري، هاي كوست، مكلف طبعا، و not easy to apply عشان هو بيحتاج عملية، هو permanent مش كل شوية هشيله واحطه، لا هو بيفضل قاعد جوه الجسم. طيب ايه هي بقى ال advantages وال disadvantages؟ ال advantages بتاعت ال functional electric stimulation ان هي بتعملي muscle exercising. انا لما اجي ادي المصل artificially بديها impulse below energy، هي بيوصل لها impulse فبالتالي بتبتدي تعمل ال function بتاعتها، الا وهي a contract a contraction. الكونتراكشن والريلاكسيشن اللي بيحصل في المصل ده بنعتبره مصل اكسرسايز. طيب حته البون لودنج،
الحته دي مهمه. انا عيان البارالايزد ده بيبقى عيان ويل تشير ديبندنت او بيمشي على كرسي متحرك او ما بيمشيش اصلا, يعني بيدريدن قاعد على السرير. طيب قله الحركه دي بتعمل نون لودنج على البونز وعلى الكارتليجز, وبالتالي هو ما بيدوسش على رجله فما بيحصلش بون لودنج. وعندي استراكشرز بتتغذى اساسا بالكمبريشن زي الميديال واللاترال منسكس بتوع الني, المنسكاي دول بيتغذوا بالكمبريشن. المنسكس ما بيوصلوش نيوترينتس افاسكولار. طب هو بيتغذى ازاي؟ لما باجي انا استاند عني بيحصل كومبريشن على المنسكس, اول ما بيحصل كومبريشن واجي اريلاكس تاني بيبتدي يعمل بالديفيوجن انه ياخد الاكسجين والنيوترينتس. فلازم يحصل بون لودنج عشان الاستراكشرز دي تتغذى. طيب سايكولوجيكال افكت, ما هو اكيد عيان لو ويل تشير ديبندنت او لو بيدريدن وجاي يقوم يقف اكيد هيحس بسايكولوجيكال افكت, انا ما كنتش بمشي ودلوقتي بمشي. طيب ايه هي بقى الديس ادفانتجز؟ disadvantages هي مش حاجة خطيرة, بس هي الفكرة ان الجهاز ده او الـ functional electrical stimulation مش بيشتغل, مش بشوف الافكت بتاعه على short term, لا انا بشوف الافكت بتاعه على long term ان انا بعرف اقف وبعرف امشي. طيب على short term بقى, طب ما هو انا لسه حاطط الجهاز سواء implanted او surface, فانا بحتاج energy مع الجهاز, انا بحتاج exert energy مع الجهاز عشان انا اقدر امشي, فهو بيحتاج مني high energy. طبعا لو انا عملت اكزيرشن هاي انرجي هيحصل لي فتيك بسرعه. طيب انا لما يحصل لي فتيك مش هقدر امشي كتير, هلاقي نفسي مشيت شورت ديستنس وخلاص حصل لي فتيك, انا مش قادر امشي اكتر من كده. معنى كده ان انا مش هديبند اعتماد تام ان انا همشي, لا انا لسه هبقى ستيل ويل تشير ديبندنت, لسه بحتاج الكرسي بتاعي عشان اتحرك. بس هو ده كان الفانكشنال الكتريكال ستيميليشن.